مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فرحة جديدة وفي ليلة سعيدة وحلقة من حلقات برنامجكم جعله مبارك. نشارك مع عريسنا واخوانهم وربعهم فرحتهم في هذه الليلة السعيدة ومع معرسنا الليلة محمد ابن صالح العذبه اللي نسأل الله انه يبارك له ويبارك عليه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا وسهلا. محمد مبارك لك الليلة السعيدة حضور شيبانك واخوانك وربعك، ونبغي تعطينا لنا ولهم كلمة بذل المناسبة ان شاء الله. أول شيء أقول لهم مرحبا ومسهلا بالجميع اللي حضر، وعقبال العزابية اللي ما بعد زوجوا، والله يوفقنا وياه إن شاء الله. جهود الحجوزات العرس وتجهيزه خصوصا القاعات، نتكلم الأول أن الناس كلهم يشتكون من بعد المسافات والأماكن اللي هم يختارون منها وطول فترة التجهيز، وش اللي صادفه محمد إن شاء الله في عرسه؟ والله اللي صادفته عرسي وترتيب عرسي واموري كلها في خلال نص ساعه او ساعه خلصت كل شيء، والحمد لله على كل حال الامور طيبه وتجهيزات بسيطه، ما يبغي لها شيء، ما يبغي لها الا واحد بس صامل ويتوكل على الله ان شاء الله. يعني هذه رسالتك لاخوانك اللي مقبلين على العرس، صمله ويتوكل على الله. على الله والامور ما تكلفه نص ساعه ساعه الا وخالص ترتيبات العرس كلها. يا رب يبارك لك ويرزقك الذريه الصالحه يا محمد، وان شاء الله نبارك لك من جديد، والكل ان شاء الله اخواننا اللي ان شاء الله مقبلين على نفس الخطوه ان الله سبحانه وتعالى يكتب لهم التوفيق والصلاح. امين اللهم امين. الله يجزاكم خير. مرحبا ومسهلا. اول شيء مرحبا بالحضور ومرحبا بكم قناه الريان في حلقكم الثاني، ومبارك عرسنا هالليله ونقول له الله يوفقك ان شاء الله وبالرفاه والبنين ان شاء الله. هني محمد بن صالح العذبة بعرسه الليلة إن شاء الله، ومرحب فيكم يا قناة الريان بالضيوف الكرام كلهم، وهني الشباب إن شاء الله اللي عرسوا، وأنصح للحين ما عرسوا يعرسون إن شاء الله، والله يرزقكم إن شاء الله الجميع الدرة الصالحة يا رب. بارك لمحمد بن صالح، الله يبارك له يوفقه ويرزق الذرية الصالحة، وحياكم الله ومشكورين قناة الريان ما قصرتوا على حضوركم المتميز دائما، ونفرح إذا شفناكم، وحيا الله الحضور كلهم وهذا الحفل للجميع، ومرحبا والله مسهلا فيكم. أول شيء أرحب الحضور كلهم وأقول بيض الله وجهكم على الحضور، وأبارك لمعرسنا محمد بن صالح واجعل ربي يتمم له ويوفقه. الله يبارك فيك واشكر قناة الريان، والله يبيض وجه اللي حضر واللي ما حضر معذور، والله يبيض وجهكم جميع. نشكر قناة الريان مرة ثانية. أحب أشكركم على التغطية وحضوركم، وأحب أشكر جميع الحضور المعازيم كلهم، نقول مرحبا ومسهلا بالجميع، والله لا يهينهم على الحضور أبدا، اللي ما جاء معذور طال عمرك، يا مرحبا بكم.
الله يحييكم يا قناة ريان، ونقول مبروك للمعاريس، والله يوفقهم ييسر أمورهم، ونقول مرحب ومسهلا بكل من جانا اليوم من شيوخ ومن قبائل، ومرحب ومسهلا بالجميع، ونسأل الله لهم التوفيق، ونتمنى إن شاء الله أن هذه سنة شباب أهل قطر إنهم يعجلون في الزواج المبكر طيب، والله يستر للجميع إن شاء الله، مرحبا ومسهلا. تحيات الحياة في مكاننا، ونسأل الله القدير أن الله يبارك للمتزوجين، ونقول لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الله مبارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. أول شيء نبارك لهم إن شاء الله المعاريس الاثنين أخوان وأخواننا، والله يبارك لهم إن شاء الله ويجمع بينهم في خير على كل حال. والنصيحة بارك الله فيك، طبعا ما يحتاج، أول شيء من ناحية توفير الإمكانيات الحمد لله رب العالمين الدولة وفرت الإمكانيات، قاعات وصالات والأمور كلها من فضل الله مرتبة وبتكلفة تعتبر رمزية يعني، فما على الشاب لأنهم يجتهدون بس. بارك للأخوان المتزوجين ونسأل الله لهم التوفيق في الزواج، وإن كان هناك كلمة حقيقة للشباب فهي حثهم على الزواج، لأن حقيقة الزواج المبكر بالنسبة للشباب مفيد، يفيدون وطنهم ويفيدون أيضا المجتمع. هو هذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، من استطاع الباء فليتزوج، وأعتقد أن إن شاء الله هناك الأمور مسهلة في 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 بلدنا، سواء من خدمات، سواء من توفير الصالات، سواء من دعم، لذلك أنا أتصور أنه يعني الزواج المبكر مفيد للشباب. مرحبا بكم جميع، ومبارك للمعاريس، والله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم ذرية الصالحة. إن شاء الله يحييكم ويبارك المعاريس ويوفقهم إن شاء الله ويجعل العائلة سعيدة ونقلة نوعية في حياتهم إلى الأفضل بإذن الله. الأمر الثاني كلمتي للعزاب، الله يوفقهم إن شاء الله وعقبال إن شاء الله ما نحضر حفلاتهم، ونحضر إن شاء الله حفلك وحفلنا جميعا إن شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بقناة الريان. معرسنا نواف بن خالد اليافعي، نسأل الله أن يبارك له ويبارك عليه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير نواف. مساك بالنور يا مرحبا، مسهلا بكم جميعا إن شاء الله. الله يرحب بك، طبعا مبارك لك هذه الليلة السعيدة في حضور أخوانك وشيبانك وربعك وزملاء العمل اللي أشوفهم كلهم ينتظرون حتى تصويرك، الظهر يقول يأخذون من الخبرة أو الخطوات اللي أنت بديت فيها. الله يبارك فيك إن شاء الله، وحضورهم هو اللي يكمل العرسي والفرح إن شاء الله بوجود الكل وبوجودكم إن شاء الله، وعقبال الرابع الموجودين إن شاء الله بإذن الله. طبعاً نواف نبغيك تكلمنا عن خطوات تجهيز العرس، متعبة، تأخذ جهد، تأخذ وقت، ولا الحمد لله رب العالمين صارت الأمور كلها قريبة من بعض وتخلص في نفس الوقت؟ والله في البداية هو على حسب الرجال نفسه واللي معاه، هلا إن كان حد عنده يعاونه إن شاء الله أن أموره طيبة. وفي البداية يعني إن بغيت أن تتكبرها بتكبرها، إن بغيت تسهلها ربك بيسرها لك،
لكن نتوكل على الله إن شاء الله وربك ييسرها والأمور طيبة. سبحانه، كلمة شكر تقدمها لمن في تجهيزاتك وفي تعبك؟ الوالد الله يطول بعمره، وأخوي العود، والأهل كلهم ما قصروا، لولاهم طبعا أني ما قدرت أسوي شيء بأمانة، والله يجزاهم خير وما قصروا، وبيض الله وجهكم على حضوركم. وجهك، وهذا واجبنا وانتم تستاهلون، ونقول الله يرزقك ذرية صالحة ويبارك لك. الله يجزاك خير، ما تقصر يا أخوي. أتمنى إن شاء الله الجميع خاصة الشباب يتزوجون والله يوفقهم، ترى درب ما شاء الله يعني درب زين، ويوفقهم إن شاء الله. وأبارك حق ولدي نواف الله يوفقه وبالذرية الصالحة إن شاء الله رب العالمين. أبارك له وأبارك لكل اللي معرسين في هذا اليوم وفي الأيام الجاية، ونتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة ورغية. والله حبيت أبارك حق أخوي نواف على العرس، الله يبارك له ويتمم له على خير إن شاء الله، يرزق الذرية الصالحة. ويا مرحبا في الحضور، يا مرحبا بكم يا قناة الريان، مكانكم منورتوا. أهني ولد أختي نواف بن ناصر خالد اليافعي على عرسه، والله يتمم له على خير ويشرفنا حضور المعازيم كلهم، ويشرفنا بالذات حضوركم قناة الريان. معرس نواف عزيز على قلبي، أقول له الله يوفقك ويبارك لك ويتمم لك على خير، والله يبني بيت إن شاء الله، والله يهني في حياته، يستاهل كل خير.